أعزائي الطلبة، ألتقي بكم مجددا مع المحاضرة الثالثة في الكيمياء العضوية الفلزية. تناولنا في المحاضرات السابقة نظرة تاريخية، طرق تكوين المركبات العضوية الفلزية. بعدها تناولنا موضوع العوامل المؤثرة على تكوين المركب العضوي الفلزي، وأنهينا ما يتعلق بالمجموعة الفلزية. الآن ننتقل إلى المجموعة الكربونية. أهم العوامل المؤثرة من جهة المجموعة الكربونية في تعاصرها مع الفلز هو ما يسمى بالتأثير الحثي للذرات غير المتجانس. يعني الميثان اللي هو CH4 البي كي اي 48 اللي هو هذا يتعلق بالحامضية، بينما الكلوروفورم البي كي اي مالته 24. من هذا يتضح انه السحب لذرة الكلور ذا السالبية العالية هو اللي جاي يأثر على البي كي اي مالت المركب. ايضا ما يحدث للفينول، يعني الفينول هو حلقة بنزين معوضة بي او اتش، فالاو بالحقيقة المزدوج مات الاكسجين يشترك في عملية رنين، هي اصلا الاو اتش ساحبة الكترونيا بالتأثير الحثي ودافع ميزومريا للتأثير الميزومري. يعني المزدوج الإلكتروني معناه راح يشترك ضمن عملية رنين مع الحلقة تاركا الهيدروجين، لذلك يعتبر فينول حامضي. النقطة الأخرى اللي هي التأثير الرنيني وكبده. التأثير الرنيني ناخذ على سبيل المثال التلوين اللي هو حلقة بنزين معوضة CH3، وناخذ حلقتين وناخذ 3 حلقات، راح نشوف بزيادة الحلقات راح البي كي اي ما تتقل، يعني الحامضية تزيد، فقدان البروتون يزيد. لكن هذه الزيادة حقيقة جاي نشوفها قليلة بين الحلقتين بسبب الإعاقة الفراغية اللي موجودة في ال3 حلقات. نقطة أخرى اللي هي الأروماتية، يتضح هذا المثال في السايكلوبنتاداين. السايكلوبنتاداين اللي هو حلقة خماسية بعصرتين مزدوجة، هذا وفق قاعدة هوجل هو غير أروماتي، لكن عندما يفقد بروتون وتشترك الإلكترون في عملية رنين يتحول إلى 4N+2، يتحول إلى أروماتي. وكذلك بالنسبة إلى الحلقات السباعية الهبتاتراين، فإذا هي غير أروماتية في حالة الاعتيادية، ولكن عندما تفقد البروتون تتحول إلى أروماتي. النقطة الأخرى هي التهجين، يعني مثل ما نعرف أنه الأوربيتالات حسب سالبيتها الأكثر سالبية هو الأس اللي هو أوطى طاقة، اللي البي يكون أعلى من عدة سالبية. عندما نهجن أوربيتالات لتكوين مركبات فأحيانا نحتاج إلى تهجين أوربيتال واحد مع البي، فيكون عندنا تهجين اس بي لينير، فالاس بي هو أعلى سالبية من الاس، عفوا أقل سالبية من الاس،
وكلما ازداد التهجين نتجه إلى البي، يعني الاس الكهروسالبية مالت الاس هي أعلى شيء، الاس بي أقل من عندها، الاس بي 2 أقل، والاس بي 3 أقل، ثم إلى البي. يتضح ذلك من المثال، يعني الإيثان 49 بينما الإثيلين 44 والأستيلين 25. النقطة الأخرى هي طاقة الآصرة وطول الآصرة، كربون كربون وكربون هيدرو. واضح أنه الحجم الكربون مع الكربون والآصرة مفردة أو مزدوجة أو ثلاثية. الحقيقة الآصرة الثلاثية هي دائما أقصر من الآصرة الثنائية، فلذلك تتطلب طاقة عالية للكسر. هاي بالأخضر هي البوند إنيرجي. فإذا هذا الكربون مع الكربون هي آصرة مفردة، فإذا طاقتها قليلة، بينما هو أصلا طول مالتها أطول من الآصرة الثنائية، والثنائية أطول من الأحادي. من جهة أخرى فإنه المجموعة الثانية اللي تسبب سحب راح تسبب قصر بالآصرة، عفوا راح تكون إذا كانت الذرة كبيرة من طائفة من دورة أخرى، فإذا حجم الذرة الثانية راح يؤدي إلى طول الآصرة، ومن طول الآصرة راح تقل الطاقة الكسرة. لكن إذا في نفس الدورة فلا، فالسالبية الكهربائية للذرات تؤدي إلى قصر الآصرة وازدياد الطاقة اللازمة لكسرها. عسى ننتقل إلى التركيب الجزيئي، يعني أخذنا العامل المؤثر على الفلز، وأخذنا العامل المؤثر على المجموعة الكربونية، الآن العملية مزدوجة. راح ناخذ عوامل مختلفة. أول عامل هو القاعدة الثمانية لويس، يعني مثل ما نعرف أن كل ذرة خاطر تستقل لكي تستقر تميل لإحاطة نفسها بثمان إلكترونات، فلذلك يعني الليثيوم هو أحادي الشحنة الموجبة، والمثل هو سالب واحد، فيفترض أنه يكون مركب ليثيوم مثل ليثيوم أو ليثيوم مثل. لكن هذا الحقيقة يدعو إلى أنه يتكون هذا الشكل المكعب، لأنه كل ذرة تحاول تحيط نفسها بثمانية، حتى ولو وصلت إلى هذا الترتيب أيضا تبقى ذات عوز إلكتروني، لأنه سيكستيت يعني سداسية. البريليوم ايضا مفروض يكون Me2b، لكنه البريليوم نجده يكون شكل بوليمري خاطر يوصل الى قاعدة الثمانية، اذا هنا انطبق على القاعدة الثمانية. ايضا البورون راح يحيط نفسه بستة، اذا راح يبقى ذات عوز الكتروني، يريد له أصلة بعد اخرى. نستنتج من ذلك ان المركبات العضويه الفيزياء على الغالب لا تنطبق على قاعده لويس الثمانيه، وهي تصل الى قاعده ثمانيه بتكوين جزيئات لها ميل كبير لاكتساب الكترونات، حوامض لويس مثل مركبات البورون او ذات تجمع ذاتي. مركب السيليكون مركب مثالي حقيقه، هو اشبه بالميثان، تهجين اس بي 3 مكتسب لأربع عواصر. هنا الزاوية 109.5 مثالية، تهجين في الاس بي 180، بالاس بي 2 120، والاس بي 3 109.5، والدي اس بي تي اللي هو المربع المستوي 90، الدي اس بي 3 يعني ثنائي الهرم المثلثي اكو ب 90 وكوب 120.
والدي 2 اس بي 3 اللي هو هرم مربع القاعدة.